لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 30 من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدئ، مع المبتدئ. عاشر كي صدونات كتاب كي الكواكب الدرية شرح متممة الأجرمية، وألف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وحن رب الأمانة يا عشر كي صدونات. والخبر خبر كي هو خبر كي الجزء وجزء الذي جزء سو تتم أيضا ما يستلم به جزء سبتي سأل فائدة فائدة مع مبتدئ، مبتدأ من عيسى مع المبتدئ. والخبر خبر هو خبر الجزء وقيب وجزء وقبل الذي جزء سو تتم أيضا ما يستلم به جزء سبتي به بالجزء جزء سبتي سأل فائدة فائدة أيضا ما يستلم مع مبتدئين مبتدئ هل الجركيس ومرك هذا زيد قائم في رهض زيد زيد ها بعد قائم وتاجيها مرك هذا مرك سفائد لما يستلم زيد زيد ها قائم وتاجي خالد خالد ها جالس وافديا علي علي ها حاضر وجوجا. والخبر خبر هو خبر الجزء وجزء الذي جزء سو تتم أيضا ما يستلم به جزء سويتي سبيه بسوي الجزء جزء سويتي سأل فائدة فائدة وأيضا ما يستلم مع مبتدأ مبتدأ لجركيس وهو خبر كفير هذا قسمان اللي بقى يبوضوي وهو أي الخبر وهو خبر كي قسمان اللي بقى يبوضوي مفرد مفرد مد مفرد إيه وغير مفرد مد المفرد أحين في إيه هذا باب كان مركي لجواب المبتدا والخبر مفرد حالة ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وحان جملاهن جملنا عن شبيهون وهو خبر قسمان لا باقي وضوي مفرد مفرد وي هو غير مفرد مدان مفرد هين وهو خبر كي قسمان لا باقي وضوي مفرد مد مفرد وغير مفرد مدان مفرد هين مفرد حالة ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وحان جملاهن جملنا عن شبيهون مركي لجواب المبتدا والخبر مفرد صدح مربع على جهله علماء قارها أفر بينه مر مفرد وباب الإعراب باب معرفة علامات الإعراب مركي لمرة مفرد وحويهون إرجع وحط الصلاة يويه ومركا وحاوي المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمسة وحي حلهم مرة وباب المبتدا والخبر باب كان نجوبنه مفرد حاله ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وحان جملان جملنا عن شبيهين مرة وباو المنادى وباو اللاء مركي لجو مفرد حالة ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف مركة أفراد عالم كمركي لمرأي مفرد وحايدها ما يقابل المركب وحان مركب أحيني ويصدح مربع لكن مفرد كاللقيب وهو مفرد كقسمان اللقيب وضوي مفرد مد ومفرد وغير مفرد مدان مفرد هين مفرد نمركي هل كان لجواب المبتدا والخبر وحوى ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة زيد قائم ومفرد باب المبتدا وزيدان قائمان ومفرد يضم مثنى هذا ومفرد لكن باب كان مركي لجواب وزيدون قائمون ومفرد صوت الجملة معه فالمفرد مفرد كي نحو زيد زيد قائم متاوي وزيدان قائمان ومفرد وزيدون قائمون زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره قائم خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وزيدان الواو حرف عزل الزيدان المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد قائمان خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد وزيدون الواو حرف عزل الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد
وزيد زيد أخوك ولالك أوي زيد زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أخوك خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمس أخو مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر وغير المفرد مثل كان مفرد كهين هذه لبستي وأفر غير المفرد شو أجرومي ما تري كل أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف لبدا سو شبه الجمله الاسميه والفعل مع فاعله جمله فعليه والمبتدا مع خبره جمله اسميه وغير المفرد مثل كان مفرد كان اما جمله جمله ان وهي اسميه او اسميه نحو زيد زيد جاريته ادونتيس جاريته غبديس ذاهبه متغيسو فيره حد زيد ومبتدا جاريه مبتدا لبدا ذاهبة وخبر وحي خبر مبتداها لبعض مبتداها لبعض هي خبر كيسو وحي خبر ويه مبتديه وراء زيد بخبر ويه زيد مبتدا مرفوع بالابتداء علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر جارية مبتدا ثاني مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر جارية إن تكجهت جارية مضاف له مضاف إليه مبني على الضم في محل الجر ذاهبة خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا ذاهبة خبر المبتدأ الثاني بعده ذاهبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ الثاني وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ الثاني وجارية وخبره ذاهبة والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الضمير في جارية جملة هذه خبر نقطة جملة وحاله بين وحاله رابط رابط كأفر مد بنقون كرا كو انو نقضى الضمير سيدا وزيد جارية أربعة من أمور أفر من أمور نقضى كرا واحد من أربعة نوالي واحد من أربعة أفر من أمور نقضى كرا هذه الجملة هرتا خبر نقضى رابط بألو بأن اسكو حنا رابط كالضمير سيدا وزيد جاريته ذاهبة جاريته ضمير اسم الإشارة كلاوا اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير ذلك ذو واي إعادة المبتدئ باللفظ صدح مبتديهم بعد أرجي سكوع العلين طمر صدح إعادة المبتدئ باللفظ الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة أفر عموم وحلى عموم العم زيد النعم الرجل زيد زيد نعم الرجل ننبع نعم المخصوص بالمدح وزيدك العموم كاو مرقى وحادي الضمير إنو رابط كن نقضي اسم الإشارة إنو نقضي إنو نقضي إعادة المبتدي باللفذه مبتديه اللفذه يسلو عليه الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة إيوه العموم زيد نعم الرجل مرأة رابط لو باهرين باجر مرأة رابط لو باهرين باجر محويها مركز إذا كان الخبر خبر كهدوية نفس المبتدأ أما عين المبتدأ خبر كي مبتدوه وأسكمت إذا كان الخبر خبر كهدوية نفس المبتدأ أما عين المبتدأ في المعنى حاجة معناها وهو مبتدئه باي مركا رابط لو من بحراده مركا وح رابط لو ما هي همجو محاكم إذا قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل وحدا هو ألا الله الله أحد كليم هو ذا يالك الله 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 ألا ها واي مركا مركاس لو ما بهم طيب فير هذا وعير وغير المفرد مثل كان مفرد كان اما جمله جمله ان نقض اسميه او اسميه نحو زيد زيد جاريه ادونت ذاهبه من تكتوي وقوله تعالى ولباس التقوى لك عبسي دركيس ذلك لباس التقوى خير خير لباس المبتدأ
أتوا مضاف إليه ذلك مبتدا لبعض اسم إشارة خير وخبر جملة ذلك خير مبتدي هو رأي خبر رابط كون واسم الإشارة لفتيس ذلك ولباس الواو حرف عطف الواو بحسب ما قبله لباس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لباس مضاف أتوا مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة مقدرة على الألف منع مذهول التعذر ذلك أنت ذاك الجهد اسم إشارة مبتدا ثاني مبني على السكون في محل رفع اسم إشارة يشار به للمفرد المذكر مبتدا مبني على السكون في محل رفع واللام للبعد والكاف حرف خطاب خير خبر المبتدا الثاني خير خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا الثاني وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول والرابط بينهما اسم الإشارة والرابط بينهما اسم الإشارة و قل هو الله أحد قل وحدا هو الله إلهي أحد كالجوي قل وحدا هو الله إلهي أحد لا إعراب وكوبرنات هو ضمير ناس كذا إيه هو ضمير كاسين عبد أحد مبتدا أول ضمير كان منفصل الله مبتدا ثاني أحد خبر رابط لو ما بحر ترى ها وحاوي خبرك إيه مبتدوه بقى وحلقة وضح الله والله ما قرأت مركا مدالة دهوي الخبر جملة الخبر جملة الخبر كان نقونس جملة الخبر عين المبتدى بقى لأما نفس المبتدى جملة الخبر جملة الخبر كو الله أحد عين المبتدى وهو وحلقة الله والله الله أحد إنه وحلا إله واحد يهو هو شأن وحاوي الله أحد إله وكليه هو إله الله الله أحد كليه وي مركب وحر عبد الله وباه وحر عبد الله وباه ضاي جملة الخبر بأوحين نقطين نفس المبتدا في المعنى نفس المبتدا في المعنى اما عين المبتدا في المعنى قل فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت هو ضمير منفصل مبتدا مبني هو ضمير منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع الله مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره احد خبر المبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول ولا تحتاج إلى رابط بعضه لأن جملة الخبر عين المبتدا في المعنى وإما جملة جملة إن النقض غير المفرد وإما جملة جملة فعلية وفعلية نحو زيد زيد قام أبوه أبيه بأشتاق زيد مبتدا قام أبوه هو جملة أصح خبر الرابط هو هذا الضمير زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر قام فعل ماضي مبني على فتح لا محل من الإعراب أبو فاعل قام مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضم لأنه من أسماء الخمسة أبو مضاف له مضاف إليه مبني على ضم في محل جر والجملة من الفعل قام والفاعل أبو ذا والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما الضمير في أبوه كجرو وقوله تعالى وربك ربي يا يخلق أبوري ما يشاء حضور ورب الواو بحسب ما قبله أو مركوكو عدام الواو حرف عطف الواو للاستئناف وهو لبدين واو المعية مرك الواو بحسب ما قبله بليه خلط كالغان أو صدا صيانة للخط خطا لسك إلى عليايو وربك الواو بحسب ما قبله وديه رب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر رب مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر يخلق فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على ربك على ربك غلابا والجملة من الفعل يخلق والفاعل هو ذه والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما الضمير هو ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو والجملة من الفعل يشاء والفاعل هو صلة الموصول لا محلها من الإعراب
والعائد محذوف والتقدير يشاؤه يعلم ما تسرون وما تعلن سما قرنس وقد يكون العائد محذوفا تيو وربك ربي يخلق وحواري هو الا ما يشاء ما يشاءه وحضر ما يشاء وحضر طيب الكاس هذه عائد كينا محذوف والله إلهي يقبض ويبسط يقبض الله ويبسط ويبسط في ذي الروح ورب الرزق روحنا وكل عديد لحكمة يعلمه يعلمه الله سبحانه إلهي حكمة سبحانه سبحانه والله الواو بحسب ما قبله الله مبتدأ الله مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يقبض فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على الله والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ والرابط بينهما الضمير هو ويبسط نك عضف إن عضف كسيدي يبدل كاللوضاس وحيكي ما دان عضف كاللي عطف النسق وكحروف توح الاسكول عطف يبدل كاللوضا وحيكي ما دان اسم يفعل نعتي توكيدنا وحيخاسوهن اسم النعت تابع للمنعوت في رفعه ونسبه وخفضه بس وجزمه مالها اما عضف كواكي متني اجرومي وزيد لم يقوم ويقعد يضاعف له العذاب يوم القيامة محاكم ويخلد فعل فعل وعد فوق طيب الله إلهي يتوفى وأفسن الأنفس النفى في ألك الله مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يتوفى فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر وفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على الله الأنفس مفعول به منصوب وعلامة النسي فضعة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل يتوفى والفاعل هو والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ والرابط بينهما الضمير هو وإما شبه الجملة إنه النظر شبه الجملة سيدة ذا بالله شيء بأله وظرف يجاري مجرور مركيان مرين اسمي موصول من سد حقير دريس ومقرنس صفة صريحة دي. لكن شبه الجملة سيدة ذا كلا ما يلبضهم بيكو إيماني ما يلبض سيدة ذا القاعدة الوحيدة الجار والمجرور والظرف يتوسعون فيما لا يتوسعون في غيرهما لو ذا النحوذ وحبضهم بيقو وحينها الجار والمجرور والظرف النحويون أما النحات يتوسعون في الجار والمجرور والظرف ما لا يتوسعون في غيرهما بل لو ذا وحبضهم ما الله أقرأ هذا وحيالك الله أقرأ وإما شبه الجملة شبه جملهم يا وهو شبه جملة شيئان لما شيوي الظرف ظرف وي والجار والمجرور جاري مجرور وي فالظرف ظرف كي نحو زيد زيد عندك أكتاضو أهالي زيد مبتدا عند وخبرك ضرب كان وحو كتعلق اي محذوف كو ثابت كائن استقر مستقر كاسا خبرك زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره عند ظرف مكان منصوب على الظرفيه وعلامه النسي فتحه ظاهره في اخره عند ظرف مكان منصوب على الظرفيه وعلامه النسي فتحه ظاهره في اخره عند مضاف الكاف مضاف الى من عرفه في محل الجر والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن او استقر صدح بقى مركي متعلق على شيء غالبا على شيء صدح مره واسماء دي مره وافعاش كائن او اسمي فاعله يا كانديس ثبت يا ثابت استقر يا مستقر ما قرت وصدح بقى غالبا هذه لو دا والظرف أما والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن بالغ به أما وحاله به فيه مستقر أما ثابت فعل كودنا قدر هذا والظرف متعلق بمحذوف تقديره كان ثبت استقر ما قرر كوا ويمر عند ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة النسي فضعة ظاهرة في آخره عند مضاف الكاف مضاف لما من علفة في محل الجر والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا وسفر سفر كي غدا بهوي اسفر المبتدا غدا ظرف كالزمان وخبر كي متعلق
السفر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره. غدا ظرف الزمان منصوب على ظرفه وعلامه النصب فتحه ظاهره في اخره. والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا. وقوله تعالى لقول كيس والركب الجماعة دي مسافرين تاعين اسفل اي تعمد هوسيس منكم حقين اين كوسيس. ولماذا قال افعلوا التفضيل كلق مين واجر والركب الجماعة دي مسافرين تاعنا اسفل مد هوسين بدن ايت هوسين بدن بدن تاسع افعلوا التفضيل كي منكم حقين. والركب الواو بحسب ما قبله الركب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في اخره. أسفل ظرف مكان مرادك وأسفل ذاب أسفل ظرف مكان منصوب على ظرفه وعلامة النصب فتحة ظاهرة في آخره. وظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدأ منكم من حرف الجر. والكاف اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل الجر. والميم علامة جمع الذكور والجار والمجرور. واية في محل نصب صفة لأسفل. والركب جماعة دي أسفل من حسين بدرأيت منكم حا واي واي أسفل من حسين بدرأيت حسين تاسو منكم منكم حا على إذن كيدن كواس اوكي وراك واسفل على لان من تقسيم احوال وراك مركز سي سي صفه كن نقم على الرا في رهن وراك جماعه دي اسفل مد حسين بدرعيت بمكان بوس بوس كاسو منكم حقي نكاد بمكان هذا الشيء وراك جماعه دي مسافرين تايد بمكان بوس بيكو سوانت بوس كاسو أسفل حسين منكم حقين والركب جماعة دي مسافرين تاي أسفل من حسين بضم بمكان مكان كاسو منكم حقين نكاذب وانا لحالين كرا لماذا قال حالي وقال عظيم طيب واي أرما دور عراو كجرو هلكن كاسي شيغا والجار والمجرور جاري مجرور كي وي شبو جملي با لغا هلا ظرف كو والجار والمجرور وي نحو زيد زيد في دار غري دخي سو هذا واسو قادن. وقوله تعالى الحمد لله ما ظن الله واسك زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره. في دار في حرف الجر دار اسم مجرور في علامه الجر كسره ظاهره في اخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا. وقوله تعالى الحمد ما هضر ثابت لله اله بوسغنات ثابت لله اله بوسغنات الحمد قاصر الحمد مبتدا ومرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره. لله الله حرف الجر الله اسم مجرور باللام وعلامه الجر كسره ظاهره في اخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر المبتدا. ويتعلق حكو تعلق الظرف ظرفك والجار والمجرور جاري مجرورك إذا وقعها ضيد عن خبرا خبر بمحذوف محذوف بكو تعلق وكفير. ويتعلق حكو تعلق الظرف ظرفك والجار والمجرور جاري مجرورك إذا وقعها ضيد عن خبرا خبر ضيد عن بمحذوف من لحذف تقدير وقدري دي سوائتي كائن أو مستقر أو ثابت قدر أو ثابت صدح لا أفعاش ودينا قدر ما قرأت صدح لا أفعاش ودينا قدر سنيس ما قرأت كائن مستقر ثابت أفعاش ودينا ما قرأت كان استقر ثبت ثم ماذا قال هل سؤال بامرك هل كان تنفير عش ما يبقى عبا بحيسا كان روء إشارة زيد في الدار سو هل كان كمهين مجاري مجرور كان خبر كيئة ما محذوف كاء ما معم به صدح قول اسكندري هذا كل جاب الماشي وها خبر كاء واي جاري مجرور كمركو خبر دعه جاري مجرور كان ميا خبر في دار ذا لفتير ما محذوف كاء خبر كي المحذوف وكائن يا مستقر يا استقر يا ثبت مسه او هما مع لبضه ذو اللي سجي
وصدح قول قولوا حيله في داري جاري مجرور كان خبر كيا ويكو اسم الله وحينا في داري في حرف الجر داري اسم مجرور بفيه علامة جر كسرة ظاهرة في آخره خبر الجار والمجرور خبر مبتدئ الجار والمجرور خبر مبتدئ ما قرأت قولنا وحينا المحذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن وابدو كتاب كنو الشيء راجح وتاسوي عشماوي وحا خبرك هو محذوف جاري مجرورك معه محذوف او هما معا هل كانوا كغير شيء هيا كائن او مستقر لان الاصح سمارك تلك خلاف نجر وكوش تقديره كائن او مستقر هو صفير حد لان الاصح سيدا صحيح ان المحذوف المقدر محذوف كلا قدر بما ذكره هو الخبر وحده كلي با خبر سمارك لان الاصح سيدا صحيح ان المحذوف مدك حذف لا حذف المقدر اللي سو قدر وبما ذكر وحي لا شيغ او كانه مستقر وما مقر هو الخبر خبر اسغا وحده وكلي وقيل وحال الخبر خبر هو المذكور ووح شيغن في دار لفته دون المحذوف محذوف كما وقيل وحال هو مجموع ما يسوي اللي سوغي سمارك او هما معمنا ويتعلق حكم تعلق الظرف ظرفك والجار والمجرور جاري مجرور اذا وقع هذا دعان خبر خبر بمحذوف من الحذف تقديره هل قدر هذه لا كائن او مستقر ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات فلا يقال زيد اليوم هل كان حكم الله ولا يخبر لا خبر ما يفيره او خبر نقول ما ولا يخبر لو خبر ما هي بظرف الزمان ظرف الزمان عن الذات ذات ولا يخبر لو خبر ما هي خبر ما نقون كر بظرف الزمان ظرف الزمان عن الذات ذات ذات محل لا ارين بو لو سو دوي ذات علماء قار وحي دن وح موقده ذات اه وح موقده ما هو ظاهره وح موقده ويبدو ويبدو موقده ها ويبدو موقده للناظر به مد كفيري ذات اساسكم سنقار وحي دم ذات وحا لغا ودا ما قام بنفسي وح كلجي استايك الذات وحاوي ما قام بنفسي سيدا زيد سيدا علي علي سو كلجي ما وح كلجي استايك الذات مر كفير شيء وهدو ذاتيه وزيد وكل ما قرت شيء كلي يستايكر ظرف الزمان خبر وما نقول كر ما قرت خبر كذو ظرف الزمان ما نقول كر ولا يخبر الله ما خبر كروي بظرف الزمان ظرف الزمان عن ذات ذات فلا يقال لما ديه كر زيد زيد اليوم ما تحد اسمه حبون الزمان زيد وذات ذي اليومنا وظرف الزمان خبر وما نقول كر معناه بكفير وتفهم زيد زيد اليوم ما تهاب تعزمه خبر محل السكوكة هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ فلا يقال لما ذكر زيد زيد اليومات وإنما يخبر حلوة خبر به ظرف الزمان وخبر النقونكرة عن المعاني وحيالها معاني معاني محيوية قال لا بصير وحي قرصون وينها وحي قلوية دهان معاني ويقانان ها ما لا يقوم بنفسي وحن كلي اسكوف الله ما لا يقوم وحن استاهي كريم بنفسي سيغن فهانتي سما استاهيك بل بغيره وكو استاهيك صوم او كلاو صوم صوم كلي تاغن ماجر سواء الا الروح صومنا صائمك سفر كلي تاغن ماجر سواء الا الروح سفر معاني كاسي دان وحن كلي استاهيك كريم وحك لو كد الاستاهيك ها بغيره وإنما يخبر وحاله خبر به ذرف الزمان كي عن المعاني معاني النحو الصوم صومك اليومات ويصح صوم صوت ووح معنى كل ما يستاهل كرو سفر وسفرك غدا بالروي الصوم منتدى اليوم خبرك السفر منتدى غدا واخبرك وقوله مرك مثل بالارك الليلة الهلال والارك الليلة كردك بنصب الليلة وقولهم عربت هذا الكود عنده الليلة تعاوى الهلال بلاد كيباجر بشيبع بلاد سيليل الهلال مبتدا الليله نوى ظرف الزمان الهلال وذاته مؤول ولاول كاس وحاله رؤيه الهلال بالله رؤيه الهلال بشعرك الليله تعاوي ما قرت
يا اليوم خمر وغدا امر بينه هذا امر القيس الملك الضليل بقرك بعد شاعر كبياغا نن افحن نوها شاعر نوها لغه ادب لوغه سوقات نبي و خو هري ان صلى الله عليه وسلم قال يكون تصلين قاركوده خلي جاهل و امر القيس با هري marka ashaaru balil bayna almali ku balil marka boqortoyu ka soo jeed ee qabiil arab oo boqor marka nin aad u afxuno iska dhaqan xun buu gabayaana imrul qays marka waxa lay soo khamradi fadhiya waxa lay aabaha waa la dilay qutila abu marka mesel buu sheegay wuxuu yahay alyoma khamr maanta khamrada iska cabbi وغدا امر برينا ارين باجيرو ساد رغم فود اسكين دونا ما انت خمرها اسكا ودي اليوم خمر اليوم خمر وغدا امر ساس مثل القبع وقال الا يا ايها الليل الطويل الا انجلي بالصبح وما الاصباح فيك بامثل هبين كي بو تيكسد ولا هبين وما تسو غبا غوي واو عداد هدو وا عداد و خي واو وافي عن ما بري هيو رغم اسايلا marka habeenkii uu dheereystay wuxuu yahay ala ayuha laylu dawil habeenka dheero alan jali ma tfeedanti bi subh subh wama isbaah subh ana fiika dhaxda bi amthala mid qibla ma ba ehe laakin kulli adigu ma adiga dhamaatid subhina ragba in si sugeyna ala ayuha laylu dawil ala ayuha laylu dawil alan jali bi subh wama isbaah fiika bi amthali wa qawlum arabta hada alkoodi ay dhahay al layla taaw al hilal biladki wi bi shibab bilad مؤول والمؤول والتقدير وحن قري رؤيه الهلال دمر رؤيه الهلال رؤيتها سمرك مبتدا الليله تدنا وحلو ديده ما فهم الهلال اني مبتدا نقط الليله تظرف الزمان لو خبر ذات الليله ظرف الزمان كان لو خبر مبتديه او ذات مبتديه او ذات او اه الهلال مبتديه او ذات إنه خبر كيسي ذرف الزمان نقض اللديد مركب وحالة الليلة الهلال ما حد كفى السلاسة وحالة المبتده الهلال ذا المبتده ما أها ومضاف إليه رؤية طوال سوى قدرين رؤية الهلال بشعرك تذي الليلة تعاوي مركب الهلال ذا المبتده ما هيدا وقول ما ذا الكوذي عدهن الليلة تعاوي الهلال بلاد كيوي مؤول ولا أولي وحال وأولي رؤية الهلال بشعرك تذي الليلة تعاوي واعجاز الكوفيون بسرين براجح بسرين ويديد الكوفيون وحالي الليلة تلهلا واسكعاد ويجوز تعدد الخبر لما مسلا اينو احد امد اهر يا امد قاب ميدا واسكا لبي ارتو يدو حوير ويجوز وحابنا تعدد الخبر خبر كو انو بطو هل مبتدا وحويالا كرا لبا خبر صدح خبر افر خبر شان خبر لح خبر تدو خبر واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم سرات شعراء وليد الالفيه ويجوز وحبنا تعدد الخبر خبر كون بطوي نحو زيد زيد كاتب قراوي شاعر قبياوي زيد المبتدا كاتب خبر الاول شاعر خبر الثاني يدا اعراب كلا كو بنايو ديكر زيد كاتب شاعر وشاعر حرف عطف نواتكيني كرتا هدا اوغو لكن وحير واخبر وهي خبر باثنين لبا خبر او باكثر لبا خبر كو واخ كبدن عن واحد هل مبتدا يا وحو يا شي وي لبا خبر يا كبد وذلك كقولهم هذا الكودي وهم يقو هم ومبتدي سرات سيديال وملح شعراء وقبيال واخبروا باثنين او باكثر عن واحد كهم سرات شعراء ويجوز وحبنا ان تعدد الخبر خبر كون بطل نحو زيد زيد كاتب قرا وشاعر قبيال وهو اله الغفور الله ضافيت بدن ويا الودود جعل اوليائه ذو العرش عرش مذ صاحبه ويا المجيد الله شرف بدن قرادة المجيدية أغريها سبتو حفصة وذو العرش المجيد ذو العرش المجيد المجيد يا أغريها المجيد وبالكسر سورة البروج وهو إله الغفور الله النافذ بضوي الودود جعلي أولياء ذو العرش عرش من صاحبه المجيد الله رب المجيد هذا قرأ
فعال سمين بدل ما يريد وحدونه وهو ضمير منفصل ومبتدا ما غا خبر بحسب شن 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 الغفور كو الودود لو ذو صدح المجيد افا فعال ما غا خبر بحسب وانا ها حلمت ويجوز وحبنا ان تعدد الخبر خبرك انه تروب خبرك تربط انه بط نحو زيد زيد كاتب قراوي شاعر قبياوي وهو اله الغفور الله نافذ بضموي الودود جعل اولياء العرش عرش وصاحب المجيد وشرب فعال سواء بدل ما يريد حدونه وقد يتقدم انه هرمنا لغايا وقد تغليل يده الخبر خبرك على المبتدا المبتدا هو كهرمر جواز نصيبنا عرشي على سفينة مركا دول عرشي 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 المجيدي قرضه ويسوق قصه هو المجيدو مركا هو كسائي سامع فرشي فرشي ماذا تقول لك بس واي مركا المجيد مركو جدا قرضه جدا ويمدو قوة تاسين أتفهم توه وقد يتقدم منه هرمرا على جيا ها عرشي على سفينة المجيد هدي له جذرة وخبر رضي بدنا الغفور وخبر كيكو الودود وخبر لبعدو خبر صدح المجيد وخبر أفراد فعالنا خبر شنادو ما لقيت وقد يتقدم الخبر الخبر بهالكع كجرت وقد يتقدم منه هرمر على جيابة الخبر وخبر كي على المتدين وكورما جواز سبنا نحو في الدار قرية الحديث وحادي زيد 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 في الدار نواضيه كرتا وكاسو مرة يسمعه ووجوبا سواجبا في أربعة مسائل بعد في أربع مسائل أفر مسألة خبر كهرمر في إله هذا هالك قواعد تان إسكان في قواعد بإله تان ووجوبا سواجبا نما إنه هرمر خبرك ما يقى مسألة في أربع مسائل أفر مسألة ووجوبا سواجبا نما إنه خبرك هرمر في أربع مسائل أفر مسألة مسألة كوبات أن يكون الخبر خبر كوين وهذا مما له سدر الكلام وأحلى سدر الكلام هذا هو حيار الله قبل الله وسيدة كأسماء الاستفهام سوما قرنس نحو أين زيد زيد أو أين أو زيد زيد أين أو زيد زيد أو ما لقر أين زيد أين هذا هو خبر مقدم وواجب إن الله هرمان السبب مما له سدر الكلام وحين هذا الله قبل الله بقى أيام ماشي أين اسم استفهام مركب حد يهدوت أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا زيد مبتدا مؤخر وثاني مسألة هذا اللوات أن يكون المبتدا محصورا مبتدوه إنه يهمل لك كوبي مبتدوه إلا كوبي محصور إنه إنما عندك أكت هذا وحا هذا تري زيد زيد إن حرف توكيد ونصب ما كافلة إن هذا يشغلك جو جسام إن حرف توكيد ونصب ماذا كافلة كافة عندك ظرف مكان منصوب على ظرفه وعلامة النصب العطف ظاهرة في آخره عند مضاف الكاف مضاف إليه من على فتح في محل جر وظرف متعلق بعظيم تقدير كائن خبر مقدم زيد المبتدأ مؤخر ومسألة اللي بعد محيطها مبتدئ ووحون نقضها محصور إنما عندك أكثر وحاون أهى زيد زيد واحد كل جوا قوايا زيد وقوله تعالى ومسألة صدحة مسألة صدحة من إسكافير أن يكون في المبتدئ ضمير ضمير متصل يعود على الخبر مبتدئ وحون وتع ضمير الله منع يا خبر أن يكون في المبتدئ مبتدئ دعي سوحاء ضمير متصل يعود على الخبر نعو قوله تعالى أم على قلوب قلوب كر كذا ما وحى أغفالها قفل الذي سمعه أغفالها ومبتد ضمير بع الله سبحانه ضمير كا يقول الله خبرك وقلوبك أم على قلوب قلوب كر كذا ما وحى أغفالها قفل الذي ونحو في الدار مسألة عفرات مسألة عفرات الله بسيب يعبنا مسألة عفرات وحاول خبرك إنه هرمر واجب كده جايز أن يوقع وإنه رد تأخير الخبر في لبس لهد هذه خبر كالدبر ذهه يحصل اللبس وحاصل بالدهد
محيطها في الدار يقولي قد حيس رجل نباء سألة غير عدك تأسكا فير فير أن يوقع وإنه رذا تأخير الخبر خبر كهدي لدي رذا في لفظه أما أن يحصل إنه حصل في تأخير الخبر لفظ إيهد محالك وضع دفير همتن في الدار يقولي قد حيس رجل نباء رجل كصوهر مري محونا غري رجل في الدار لابسك حسيلة محيا صافي المسألة الفعل في الدار رجل وحاله وخبر كإن له هرمري وواجب صواب هدي اللي دي برهيده والرجل كعض هرمري سواد رجل في الدار هرطة مصوغة سيدة يذهب الرجل المتدين ونغمانة محام مصوغة وقال لك مصوغة وهي سمحوية يعني مجروكي معك هرمري صواب هدي اللي دي برهيده فيره ولا رجل في الدار نلما وقال هدي دعوة فيره لابسك حسيلة مقرنسة لابسي حسيلي وحاوي في داري جاري مجرور كان ما خبر با مسوا صفة عنه جاري مجرور كان هو خبر أم صفة لقم هذا فير مر رجل نن كاسو في داري قريقا نحيسا قائم واتاني هم يالا دي مسوا حالا دي رجل نن با في داري قريقا نحيسا هذا رجل هرمار سمحاوي عنسي لابسي بضان با إيماناي نفت لابسي ومروحو كا إيماني ها نكيرادا نظهر مرسى مصوغ على حين مرة تكدرا اللبسي جدري وحاوي في داري ذا مصيفة مسوا خبر ورجل ننبا في داري قريقة نحيسا المياه مسا رجل ننكاسو في داري حالك سوبر حوكو إذ يحتمل حينئذ في الجاري والمجروري أن يكون خبر وأن يكون صفة لرجل سوبر حالك هوستك عرض ونحو في داري قريقة نحيسا وحاذا رجل نن وقد يحذفين لحد فعلها يا وكل من لاركم من المتدين متدايا والخبر جوازا سبنا لقرينة بعض هلك قدر لقرينة قرينة هدي جرت واحد وصاي وراك فساح حديث سفير يا بلا غديس سلام قوم منكرون آية داس قيب كم ذا أيام مر متدي بجو خبر كي واحد ف مرة خبر كي بجو متدي واحد مر متدي بجو خبر كي واحد ف متدي بجو خبر كي واحد مرة خبر كيف جوم حاحت فن مبتدي وآية قيبتين سلام النبي جليو عليكم سلام مبتدا هنا محاكم غن خبرك وعليك قوم بناينا خبرك يا محاك حذف مبتديه أنتم يدك أنت ما تنكو كيري وقد يحذفين لحد فعلق يا وكل من لاركم من المبتدي مبتديه يا والخبر جوازا سبنا نحو سلام النبي جليو عليكم كركينها طوي قوم أنتم منكم قوم قوم باتين منكرون أن لقرني نو منكرون لا إنكرون وحلا لا يعرفون لمن أن لقرني ها قوم أن لقرني نباتي و أي سلام النبي جلي ها عليكم سلام المبتدأ محاكم قرأ خبر كيو جاري مجرك عليكم أنتم منكم قوم قوم خبر به محاكم مغنى متديه أنتم سلام النبي جلي عليكم كركنا أنتم منكم قوم قوم باتي منكرون أن لقرني ويجب وحواجي ومسألة دي قدام اسم مسألة الله ما يروي الأذق بلا ذيك جرحت ويجب وحواجي حذف الخبر خبر كين لحد بعد الأولى الأولى كد ويجب وحواجي حذف الخبر بعده في أربع مسائل لتن أفر مسألة خبر كل حذف وجوبا تنا وافر مساله اسكجر هاكو ججاب ماشي ويجب وحواجب حذف الخبر خبر كان حذف في اربع مسائل الاولى مساله ذكرت بعد اللولاء لولا حرف امتناع له بعد اللولاء كذب نحو لولا انتم منكم موجودون ها فير هذا ويجب وحواجب حذف الخبر خبر كان حذف في اربع مسائل افر مسال الاولى مساله ذكرت بعد لولا لولا كد لولا كد مبتدي ورانا خبرك ولا حد حذف كان وجوبه نحو قوله تعالى مركو الله انه هو رمى ان ماكي مستضعفين تي الا ضعيف سوا حيدا يكون مستكبرين تي لها الله ورجربا نوغه الله بسطين وانا هلاكتين لولا انتم منكم موجودون مبتدي ورانا او خبرك واحد فيه لولا انتم منكم موجودون لكنا وحانا الله المؤمنين اي لولا انتم منكم موجودون لولا حرف امتناع أنتم مبتدأ مرفوع
أنتم ضمير منفصل مبتدا أنتم ضمير منفصل مبتدا مبني على الضمير في محل رفع أنتم ضمير منفصل مبتدا مبني على الضمير في محل رفع والميم علامة جمع الذكور والخبر محذوف تقديره موجودون والخبر محذوف تقديره موجودون موجودون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمير لأنه جمع ذكر سالم ونون عوض عن التوين في الاسم المفرد مرك خبر كما أنت واحد فيهم حاكي يعني بعد الأولى مدعي بعد الأولى حد في الدائسنا ووجوب ويجب وواجب حذف الخبر خبر كين لا حذف في أربع مسائل أفر مسألة الأولى مسألة ذكوبة بعد الأولى الأولى كذب نحو لولا أنتم منكم موجودون حدين أهان الله لكنا وحانا الله المؤمنين أي لولا أنتم منكم موجودون حدين أهان الله وثانية مسألة الله خبر كين لا حذف بعد القسم أن يقع ينودع خبرك بعد القسم أركد قسم بفتح القاف وصيو بعد القسم أركد الصريح عد نار عد بكضم بي والحد نحو قوله تعالى ألا قولك لعمرك عمرك كنت نارت ولا حياتك نرش هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنهم لفي سكرتهم يعمهون آية وحكمة من فضائل محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد فضائش والغن أخت إلهي ما كنت أخت سبحانه وتعالى لعمر كبل نولا شاء أن كنت أخت نبي محمد ومسألة الله هذا وعقيده إلهي وحو الرب كنت أعرف سبحانه وتعالى فجر كنت أعرف قرحة كنت أعرف ضيح كنت أعرف والشمس والقمر والفجر والضحى وحو الرب كنت أعرف أما مخلوق إنك ميا ألك لي أن كنت أعرف بأسمائك والصفات من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي حديث آخر من حلف بغير الله فقد أشرك إله غيرك روح دوك لا توأب شر بديه وحابا وتنويه وحولها يا لغوق هذا موسى نارا منا ها وتن أبهي وأيابي له وتنويه اللي يقع هويه وواحد نار ما وطيع عروش اللي يقول نفته ها مرك واحد نار ما واحد نار ما نار ما أها طيب فيله مرك كتاب لي أوام دبي أضيع أركتان وثلاث سن كرتان كتاب وحاي جنا سيرة ومختصرة اللي كان حاجة جوينا وأنا خد دبي هل كان مر علي من وان دبي اللي حاشر تضوع عشان ما مختصر لكن مفيد مرك الله بتحقيق ولا منا شغل باني وحديث سيست حقيقي وحوم مقدمة ذا كله ولقي كتاب إن سيرة ما أركم لما أنت واصحيح حديث وسوء روريون وحوله معظمها صحيح بل كلها صحيح وحال كتابك بداية الصول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك فضل بنان تسوان دوي عقي كوري هل كما أخذ بداية الصول ويالا مركا لبات حقيق بوليه بداية الصول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه اللي حشرها بعض مرة مختصر يلا وحايس كلا العز ابن عبد السلام سلطان العلماء العز بن عبد السلام مد شيخ بالتحقيقية إنه شامي أهان أمرين من الشيخ الباني يا تخريجي بداية الصول صول وصين سين صول من السول سؤاشي سؤاشي بالله هذا كذلك بداية الصول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ إسكال سلطان العلماء العز بن عبد السلام المتوفى 600 هجري وبعد القسم الارتي كدمنا خبرك هذول أعوال حد الصريح عدا نحو لعمرك فيرعد لعمرك اللهم كلام الابتداء عليه وحما جر توكيد بفائدية بس إذا قالوا لي يوسف كجري إلا زيدني وكردنا يا سو لعمرك اللهم الابتداء عمرو انت راض كجوكت عمرو مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر عمرو مضاف الكاف مضاف إليه من عرفة في محل جر والخبر محذوف تقدير قسمه لعمرك عمرك قسمه نار تيدو آهات قسمه ده هو خبر قسمه ده حد قسمه خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبليه المتكلم منع من ذوره اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها قسم مضاف إليه المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل الجر وبعد القسم نار كذب أيو خبرك إلا حد في سواجبة نارتي أصريح عدي النحو لعمرك عمري قاقي قسمي نارتي دو أهاتي إنهم لفي سكر
أي لعمرك عمرك قسمي قسمي داو وثالث ما استعلاد صدحات ما دي الأمر صدح بعد واو المعي واو المعي كذبون على خبرك ولا حد نحو كل صانع فرسما يقان لما أنت هلك ويا رأيك تأسكجل هذا كل صانع فرسما يقان لما أنت وما صنع يوس وصنعته وحوسمي مغروناني ويحليلان فهنا الدهر كفير كل صانع كل ذا سمبتدا كل مضاف صانع مضاف إليه وما صنع وهو حرف عطف وانا واو معيه ماذا مصدريه ماذا ها مصدريه تصبك ولا دلالين صنع فعل كان ماضي اي قش يا فاعل كي سوى الله دلالين وحال لغا سو ساري وصنعته سيلو ساسارا مرك فيره مرك وحال دلالين نحو هذا اوفير سمسال هذا دور جرب يكو ايمان مرك وحال دلالين امر واح سهل شان حرف او وحلو دلالي اجره شان حرف او وحلو دلالي اجره شان تا هدي اداد هيسو دبكي بعد هاي سطح سوى قيفة دي صوشي لنصوى مهد مرنا دبكي لما هاي سوى قيوفة دي اللي صوشي دبنا ها ما قرحنا ما هيس هاي برف بعد حديوكت ما فرق كوة المرك مركة حروف توح لغوط الالية هايس صبكي بسورو ماري انا وحالها هايسا دبكي مرنا وحاجة واحدة سبكم بلا سابق سبكم بلا سابق حروف تيوم ما هنا تسمع بالمعيد خير من أنت رهبا من معيد لله فصاحة بدن بيدينه فالح ما حدنا عرب مرك عربت فالح ماذا والإسكوع عايد دمين بينها إنك الدمين كما يشاكا كان دمين بينها دمين أو بالميمين دمين لبا ميم دمين وانك فوشة حن عربت دمين أو لبا ميم ميم بعود دمين إننا كنا شو الدمين أم بعد الدمين، نقول إنك فهم هذا حمى النهر، إياك الدميم وبالميمة، وأنك فاش حمى الدميم له الدميم، مركا إنك معيد لأفير، وفساح بذي، مركا لا أركان ننفول حنويان أمبوها، ذاتك مركا أركان مركا لا معيد واق، هرت معيد باسير معيد باس هبل باسير نظرو حركة ودي عشان سمادر. معيدي باساي معيد معيدي اللي شيء مركي الارك اه معضوها بالني طب مركه وحاله تسمعوا ان المقاش بالمعيدي خير ايا خير بدل ما قال خير بدل مخو خير بده من ان تراه وين ادركت تسمع بالمعيدي خير من ان تراه مركه خير او خبر الله يا سمر تسمع المبتدا لراين لغا سو صار تسمع محل راين لغا سو صارو مبتدا وحرف وكور يمين هنا سبكم بلا سابق تسمع وحدي أي سماعك أو واحد على أنت كير سبكم بلا سابق بعدي والله سما يستوى ونحويها ولا هذا بوك مركة تسمع سبكم بلا سابق وكره كله موصول الحرف مركة وعشان تنفير هذا أن أنوك ريبي يعجبني أن تضرب أي ضرب كادي أن أنوك شذي ما كي لو شنت هسا وحال وح وح لو قلنا عليه هذا ما ذي بعنا هنا زبرت مركب حادي كله مبتدا ماشي عرب كذا إسكير جر كله مبتدا ومرفوع من المبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره كله مضاف صانع المضاف إليه مجرور على كله مبتدا أرتب مبتدا وكا مرت كله مبتدا مرفوع من المبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره كله مضاف صانع المضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخره وما صنع الواو حرف عطف دال على المعيه ما مصدرية ضفير هذا أوفر سهل كان ماشي والو يرجد ما مصدرية معطوفة على كل سيدي هذا مضافي مضاف إليه هذيل أنا حال وعد فيري قاعدة قول مضافي مضاف إليه أما ضمير بلوع إن هذيل أنا حال وعد أود مضاف كاسكرة غالبا مرمر نادر وإسكدع كرتان مضاف إليه لكن سيدي هذا مضافي مضاف إليه دار كشيء واحد بالي أودر مضافك على مركز وما الواو حرف عطف ما مصدرية معطوفة على كل مبني على السكون في محل رفع ما تدري ما صنع فعل ماضي صنع فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر جواز التقدير هو يعود على ما مركز هلك جوكتادي وما
وما ذي كبل لوحد وما ما ما وقع إسكادة وحرف عاد وحاجة إسكادة ما وما دخلت عليه في تأويل المصدر وتقدير وصنع وصنعته ما ما وما دخلت عليه واحد قشوا صنع عادي ومكت في تأويل المصدر دلاله وتقدير وصنعته وصنعته الواو حرف عاد إنما صنعته معطوف على كل وعطف المرفوع مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره صنعته مضاف له مضاف إليه مبني على ضم في محل جر أي مقرونان والحديدي مقرونان مركب مثنى إشكال كلا لغديه كلا وحال غديه كلا مقرونان ومثنى مبتدية خبر تضاوق على روين كدحي كله على صوشه كله ألفاظها وعم لكن لفظها ومفرد وحاديه لبا شيء بأميشية صانعي سنعديس لفظا لسكو عطفة يسمار مثنى هالكاسو كي معناه مركب وحاد هذا كل رجل وضيعته وكلا وإن كاستية يبيرتي سما كلا حرام من يحوري ما كلا حرام سما سما ما كل صانع فرسما يقان ما أنت وما صنعي وصنعته فرسما ديس مغرونان ويحنين المغرونان خبر المبتدأ مرفوع على متن في الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن توين في الاسم والرابع مسألة أفراد وقدم بس قبل الحال حاله ارتد قبل الحال حاله ارتد ها والمسألة الرابعة مسألة أفراد وخبر كل حد يقول يحذف الخبر وجوبا صدح مسألة صمال قال والرابع مسألة أفراد وقت قبل الحال حاله ارتد قبل الحال حاله ارتد التي حال رسول الله تصلح نسوبا أن تكون إنها خبرا خبر نحو ضربي قراع الدين زيدا عن قراع حاصل لهالكو حاصل ضربي أو حاصل إذا كان قائما حال يهمي تاك قائما وحالة دي خبر كينا وكوري وانا حدفي وحاصلت ضربي قراع الدين زيدا عن قراع حاصل ضربي أو حاصل قائما حال يهمي تاك أي إذا كان مركو هذا هو زيدك قائما ميتاك فيران ضربي مبتدون لهت ما شاء الله بقى إعراب بانجلين الله بقى إعراب إسكجر الله بقى إعراب ضربي مركو ورا وحان كنا ما يسرينا هوش عن رمنا مرك اللبان إعراب اللبان لب لب ضربي مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره يعني ما ما شاء قد بما هي سيدة في آخره حقيو إنا لو وصلنا ويا هوش ضربي مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور الشغال المحلي بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها وضرب مضاف ياء المتكلم مضاف إليه من على سكون في محل الجر أنت مرة بيسم هل كامركا جوته مرة بعد كل عين كهو مبتدي ما قرأت مرة بعد بعد علم وحدي ضرب مصدر مضاف لفاعله ضرب مصدر مضاف لفاعله ضرب مصدر مضاف لفاعله وياء المتكلم فاعل مبني على السكون في محل رفع زيدا مفعول به منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره قائما حال من زيد منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة في آخره والخبر محذوف تقدير حاصل والخبر محذوف تقدير حاصل حاصل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وقبل الحال حاله ارتدى التي حال رسول الله تصلح نسوبا أن تكون إنها خبرا نحو ضرب قراع زيدا عن قراع حاصل ضربي أو حاصل حال كونه زيد قائما ويمتا قائما حال ويمتا إذا كان مركواد هو زيد قائما ميتا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.